وتحية طيبة، يجدد لقائنا بكم مع مواكبة خاصة للمهرجانات الصيفية التونسية. بداية حصتنا لليوم باش تكون مع الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن البرنامج الكامل للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي اللي تم عقدها البارحة. مصافحتنا الثانية باش تكون عودة على الثلاث سهرات الأولى للدورة 58 لمهرجان حمامات الدولي مع عرض الافتتاح ومسرحية عطيل وبعد وسهرة الفنانة ألفة بالرمضان وعرض مجموعة يوما. أما ختام الحصة فباش تكون مع افتتاح الدورة الأولى والتأسيسية للمهرجان الدولي للمسرح الكوميدي ببشني من ولاية قابس. متابعة طيبة للجميع. ثمانية عشر عرضاً فنياً من 11 بلداً، وهي تونس والمغرب ومصر وسوريا ولبنان والعراق والسنغال وفرنسا وإسبانيا والصين وجامايكا، تمت برمجتها في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي الذي تنطلق فعالياته من 18 من جويلية إلى غاية 17 من أوت 2024. الدورة هذه إذا كان باش نطلق عليها شعار، هي شعار الجودة والتميز، باعتبار أن كل العروض اللي هي مبرمجة إما عروض ثقافية اللي فيها يعني ترتكز على الفكر والفن والثقافة والمغامرة الفكرية والثقافية والفنية، أو أنه يكونوا معناها سهرات يأثوها كبار نجوم الغناء. وكي نقولوا نجم ثم عدة أنواع متاع نجوم، ثم نجوم اللي تاخذ شهرة كبيرة لكن ما عندها حتى قيمة فنية. احنا النجوم اللي استدعيناهم السنة هما نجوم ساعة قبل كل شيء مروا على ركح وعتلاه وركح مهرجان قرطاج، وهما ما يعرفهم حد، يمكن ما يرجعون اليوم هما كبار نجوم. ووفق الهيئة المديرة للمهرجان التي عقدت ندوتها عشية أمس الاثنين، فإن الدورة الحالية تتضمن عروضا من أنماط موسيقية مختلفة، التونسية والشرقية والريغي والفلامينكو إلى جانب الإيقاعات الإفريقية. وللسهرات التونسية نصيب الأسد في البرمجة الرسمية للدورة 58 لمهرجان قرطاج الأثري بسبع سهرات، فيما تبلغ عدد السهرات العربية ست سهرات وخمس سهرات من سائر دول العالم. وقد خصصت الدورة 58 لمهرجان قرطاج ستة عروض ركحية وفرجوية، منها عرض السيرك على الجليد وعرض الفنانة وجيه الجندوبي وعرض الفنانة سارة بيريس وعرض أوبرا كارمن والكوميديا الموسيقية للفنان محمد علي كمونة. حفل الافتتاح سيكون مع الفنان لطفي بوشناق الذي سيحيي سهرة تكريمية احتفاء بمسيرته الفنية التي ناهزت 50 عاما، فيما ستكون سهرة الاختتام مع الفنانة السورية أصالة نصري التي تسجل هذه الدورة عودتها بعد غياب ناهز 30 عاما. وكشف مدير المهرجان كمال الفرجاني عن تنظيم معرض وثائقي واستصدار كتاب مرجعي يوثق ذاكرة هذه التظاهرة ويخلد تاريخها العريق، وذلك بمناسبة تزامن الدورة 58 مع الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مهرجان قرطاج الدولي. ويتوقع أن تغطي المداخيل الذاتية للمهرجان جملة المبالغ الراجعة للفنانين المساهمين في تأثيث سهرات الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي، مع تحقيق فائض مالي لا يقل عن 130 ألف دينار وتغذية خزينة الدولة بما يقارب 435 ألف دينار. وفيما يلي البرنامج الكامل لسهرات هذه الدورة. غنيني شوية ونحلم كي نزليك ضعنا ما نعرف وين في حومة باب النار. يا للا ويلك توحشت زي
مش قلت لك ما عادش توكلنا الشلبه في الليل؟ اما الشلبه انا شلبه انا دخلت عليه الشلبه خلطيت عليه الشلبه من الليل بس انت قسما بالله عملت شرط شكشوكه بالكرش يا عبد الجليل يا عبد الجليل فيك يا عبد الجليل فيك يا عبد الجليل الواجب يناديك هذايا يلزمها ناس اللي بالحق كي تشوف تربو تونس عينيها تزغلل وكي تسمع النشيد الوطني قلوبها ترعش من جويليا 2024 ضرب جمهور مهرجان حمامات الدولي موعدا مع عصارة افتتاح الدورة 58 للمهرجان ببصمة تونسية مع مسرحية عطيل وبعد إخراج حمادي الوهيبي نص بكثير دوما وإنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات وذلك في إطار الاحتفاء بمرور 60 سنة على تأسيس المسرح.
مسرحية عطيل وبعد راوحت بين الأداء الركحي والشعر والموسيقى والغناء، اعتمدت اللغة العربية الفصحى، وهي من بطولة كل من مهذب رميلي ونور الدين الهمامي ومحمد شوقي خوجة وابراهيم علوي وسامي أبو قرة وإيباء حملي وفتن شوابي. على امتداد المسرحية تجلت ثنائيات الخير والشر، الحب والكره، الانفتاح والتعصب، العنصرية وقبول الآخر. لا أستطيع أن أحصيها، أنا أتعلمني لأنك أنت سماك وأنت نجوم وسبت بس مع كل خفقة قلب مع كل همسة. يا سماك وبحري كل أوطان يا أوطان هذا. وقد شهد الافتتاح تكريم منى نور الدين التي شاركت في مسرحية عطيل قبل 60 سنة من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير. خلينا نكون أصحاب ولو حتى بعدنا أحباب، وإذا إلا حبيبي حرام نمرق مثل ثاني سهرات مهرجان حمامات الدولي. صدحت الفنانة التونسية ألفة بن رمضان بصوتها العذب، غنت من مدونتها الخاصة بمصاحبة فرقة موسيقية يقودها المايسترو يوسف بالهاني. جمعت ألفة بن رمضان بين أنماط موسيقية متنوعة بين الطربي والشعبي، كما كانت فلسطين حاضرة من خلال أغنية أعطونا الطفولة. في ثالث سهرات مهرجان الحمامات الدولي كان الجمهور على موعد مع عرضين لمجموعة يوما للأخوين نور وسليم عرجون، كان عنوانهما الحب والحلم والأمانة. العرض الأول كانت مع ثنائيين صابرين الجنحاني ورامز زغلامي، أما الجزء الثاني فقد أثثه الثنائيان نور وسليم عرجون، سهرة عرفت إقبالا جماهيريا لافتا. قرية بشني من معتمدية الفوار من ولاية قبلي بافتتاح الدورة الأولى والتأسيسية للمهرجان الدولي للمسرح الكوميدي ببشني. تضمن المهرجان عروضا مسرحية وملاحم فنية بمشاركة فرق محلية ودولية من الجزائر وليبيا، كما شهد المهرجان ورشات في التكوين المسرحي بالإضافة لاستمتاع الأطفال بحكايات قدم فيها الحكواتيون قصصا توعوية ومؤثرة. دائما نمشي لحكايات التربوية. الصباح كان العرض تاعي يتضمن ثلاث حكايات، حكاية من هما كل أنا اللي خدمتهم خلال ورشات، وعندي مكتوبين وفي كتب وغير ما استحضرتهمش ما جبتهمش الآن. حكاية على أهمية الماء، لأن الماء نعرفوا بلي راهو سورس مهم في الحياة. الماء توا بالنسبة للجاي نقولوا باللي الماء هو أعز ثروة مش ينقرض. حكاية على الحفاظ على الماء. قدمنا اليوم للمشاركة في هذه فعاليات هذا المهرجان الفكاهي أو المهرجان المسرح الكوميدي بولاية شنني. لدينا العديد من المسرحيات الفكاهية الهادفة التي تقدم رسائل في هذا في مجال الفكاهة وفي مجال منها رسائل تربوية ورسائل اجتماعية ثقافية، ونتمنى أن ينال عرضنا إعجابكم. السيد شوقي والسيد الدموعي وكانك دوعي مكفارك
فيه مطلوعي جيت شوقي ويفيض الحن على الماضي ما عاد يعود ذكرى بها القلب يون ودمعي سايل فوق خدود على الصحراء ونشعي وطن ننحب على الوكر مسهود والبيت منصوب ركن اصل العزة شموخ وجود. مشاركتي اليوم كانت في لوحة تابع مشروع مغرومين وبعد قدمت الرواية متاع الملحمة ملحمة بشني اللي تحكي على تاريخ المنطقة كيفاش تأسست منطقة بشني بوجودهم من الأولى على المنطقة هذه وتعرضهم لبرشا عراقيل وبرشا صعوبات وفارقوا البلاد وشدوا بر الجريد وبعد رجعوا للمنطقة هذه وكانوا يزوروا كل عام الولي سيدي علي هذا يزوروا فيه كل عام لكن تعبوا من المسافات والصعوبات خاصة الرملية والرياح والطرق الصحراء الوعرة فقالوا نستقروا في المنطقة هذه ونبنوا ديارنا هنا فكان مشروع تقريبا من بداية السبعينات أن يعملوا عين هنا من 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 كسب مال العائلات معنا لمدوا مجموعة مالية من العائلات وحفروا العين هنا وصبروا على الحاجة هذه وبنوا ديارهم وكانت منطقة بشني منطقة غنية لحد الآن بالتراث بالعادات بالتقاليد. وفي يوم في يوم زمان قديم ملحمة الأجيال كانت العرض الأبرز في المهرجان وهي قصة تحاكي عودة السكان وإعادة إعمار هذه الربوع الصحراوية. حط بهم الترحال في الأرض هذه من كان مهرجان المسرح الكوميدي ورغم صعوبة الظروف المادية ونقص الدعم إلا أنه استطاع أن يخلق أجواء من الفرحة والبهجة وكان فرصة للكشف عن عديد المواهب المسرحية والفنية التي تنتظر لفتة مهمة لمزيد تطوير المشهد الثقافي بهذه المناطق الصحراوية. التظاهرة ذي رغم أنها سخانة لكن الصحراء تصنع الفرحة من حاجات بسيطة وهذا هو وهذه رسالة للقائمين على الحقل الثقافي في الجهة أن يلتفتوا للمناطق ذي خاصة وهن تفتقر للمرافق الأساسية خاصة في دور شباب ويعني مدور ثقافة البلاد ذي خاصة تستحق فيها برشا مبدعين وفيها برشا فنانين وفيها برشا يعني مثقفين لكن للأسف الشديد رغم بعدها على المركز الولاية لكن هي تصنع الفرحة يعني وحدها وهذا نتمنوها أن يكون يعني على حتى على القرى الموجودة وهذا هو إن شاء الله تونس تصنع فرحتها بيدها بغير بتعتمد على الخارج وهذا هو يمكن مثال بسيط إلى مستقبل إن شاء الله مشرق. بلادنا تزخر بكل الثقافة كل المجالات عندنا فرقة الزقايري عندنا فرقة الموقف عندنا فرقة الحذرة عندنا فرقة المسرح عندنا فرق وكل فرقة عشورة أما ناقصين دعم ناقصين وقفة ناقصين عناية حب ذا لو كنت لفت أن الدولة شوي ولو كنا المسؤولين سادة المسؤولين في قبلي وفي كامل تراب الجمهورية أرانا عندنا لا عندنا ما نقوله عندنا مخزون كبير من الثقافة. 8 روح 8 كيلة 12 تسرح ل 12 أيوة. أجواء على 12 الطالبة فهمناك وفهمنا معناك قلت لك هيا 8 تسرح على 12